أعلنت لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في حفل نظم مساء يوم الاثنين بالرباط عن أسماء الفائزين برسم دورتها 15 بحضور السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والسيد محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال وعدد من الوزراء والشخصيات المنتمية إلى عالمي الثقافة والإعلام. لا طبعا هذه الجائزة الكبرى هي مناسبة لدعم المجال ديال الإعلام بصفة عامة، وكذلك هي مناسبة لتقييم العمل خصوصا على مستوى وزارة الاتصال والرؤية الاستراتيجية ديالها والمقاربة الجديدة اللي غادي نكشفوا عليها كذلك اليوم. كذلك هذه مناسبة لنقدم جزيل الشكر للإعلاميين والصحافة سواء المرئية أو المكتوبة، وبالتالي عندنا واحد التصورات جديدة في هذه المناسبة سنعلن عليها، خصوصا في ظل التحولات النوعية الذي يعرفها المجال الإعلامي بصفة عامة. المستوى العام يعني كيعكس إلى حد ما الحركية اللي في الوسط الإعلامي المغربي اللي كيتطور ولو ببطء ولكن كيتطور، وزيادة على ذلك كان هناك كم هائل وتنافسية تجعل بأن الأعمال ماشي كلها يعني ترشحت للجائزة للأسف، ولكن اللي ترشحت للجائزة يمكن أن نقول، واللجنة يعني لاحظت هذه المسألة، كاين واحد التميز في اختيار مواضيع، وكاين تميز كذلك في زوايا المعالجة ديال بعض المواضيع اللي كانت غير متداولة في الصحف كملفات ولا كمواد في الصفحات الأولى أو في الغلاف. وهذا السنة لاحظنا بأن كاين واحد التميز في الأعمال المرشحة. وتم خلال هذا الحفل الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة التقديرية إلى جانب الفائزين في أصناف التلفزة والإذاعة والوكالة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والإنتاج الصحفي الأمازيغي والإنتاج الصحفي الحسني وكذا الصورة. التتويج كنعتبره هو تتويج لواحد المسار في تحقيق التلفزي، هو تتويج للفريق العمل ككل، ولكن تتويج للشخصي أنا، لأن هذا العمل له فريق، وهاد الفريق اللي كيسهر على الشغل ليل نهار باش يكون البرنامج في المستوى. هذا التحقيق كنت عندي نسوي في اطار تحقيق في جريده جديد حين قبل ان تتوقف عن الصدور، هو تتويج لكل الطاقم ديال الجريده، ويثبت مره اخرى ان التجديد ماتت وطاقمها واقف. وفي كلمة بالمناسبة قال وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج إن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة التي تهدف إلى تشجيع الكفاءة الإعلامية وتكريم الرواد في عالم مهنة المتاعب وكذا تطوير هذه المهنة التي تحتاج دائما إلى الصبر والبحث والإصرار تعد مناسبة لدعم مجال الإعلام بصفة عامة وتقييم العمل على مستوى وزارة الثقافة والاتصال في مجال رؤيتها الاستراتيجية الجديدة.